هلا نحن وياكم رح نروح لفقرتنا التاليه، جريده اليوم. قبل ما نقرا عناوين الصحف رح نطلع اكثر تفاصيل عن اللي حكيناه من الصباح واسعار المحروقات اللي ارتفعت مع عضو اصحاب عضو نقابه اصحاب اصحاب المحطات المحطات دكتور جورج براكس. صباح الخير. صباح النور لكم وللمشاهدين الكرام. يعني اليوم في جدول جديد بتركيب أسعار المواد النفطية، هذا رح يصدر أكثر من مرة بالأسبوع؟ مبدئيا امبارح تم الاتفاق انه يصير يصدر مرتين بالاسبوع لتفادي تقلبات سعر صرف الدولار. ما تنسى انه امبارح فرض النهار طلع 1200 1300 ليره الدولار ورجع كفى بعد الدولار، لحتى ما يصير في بلبله بالاسواق، يضل بنزين متوفر بالمحطات وما نرجع لمشاهد مش حابين نرجع لها. راح يصير يصدر مرتين بالاسبوع، حتى وزير الطاقة امبارح ابدا استعداده انه اذا اضطر الامر يصير يصدر ثلاث مرات او كل يوم، يعني لحتى يضل مأمن البنزين ومتوفر ما يصير في اشكال. هيدي الزودة على اي اساس تم رفع الاسعار؟ لانه عندك شغلتين، اول شيء او من 48 ساعة مصرف لبنان بلغ انه ما بقى رح يأمن الدولار 100% للشركات المستوردة، رح يصير يأمنوا بالوقت الحاضر 90% و10% بده يأمنوها الشركات المستورده بالدولار من السوق المحلي. يعني رجعنا نحن سنه ونص لورا، بتذكرك باوائل سنه 2020 كيف كنا 15% و10% و80% و90%، رجعنا لنفس الغنيه هلا. بس هلا بده يتأمن فريش من السوق وبوضع متأزم كثير، يعني بكل الازمات اللي عم بيقطع فيها البلد اليوم. هاي ال10% هلا، امبارح اجتماع تقريبا بحدود ثلاث ساعات وشوي مع معالي الوزير ومع المدير العام للنفط ومع الشركات وكلنا، لحتى كان اهم المجتمعين كان امبارح شغلتين. واحد، كيف الطريقه تتامن هال 10% الدولار من السوق باقل شو بيقول سلبيات معينه ممكنه لارتفاع سعر صرف الدولار، يعني لحتى اقل شيء يكون فيها تاثير لما يصير في ضغط كثير على سعر الدولار لما يرتفع عند الصرافين. الهدف الثاني كان الاكثر شيء انه هال 10% تتامن وبنفس الوقت ما يضل البنزين متوفر على ما يصير في خلافات لا بين الشركات لا توقف عن التسليم ولا مع المحطات لما نشوف طوابير. يعني لما نرجع للطوابير هودي الهيشتاين الاكثر شيء كان عم ينشغل عليهم امبارح حتى نلاقي الاليه. تم الاتفاق انه لحتى يكون في اقل شيء تاثير على سعر صرف الدولار، بدل ما تروح الشركات المستورده لحالها تجيب من عند الصرافين هالدولار بكميات كبيره، تتوزع على كل تجار المحروقات من محطات وموزعين وتجار، لحتى بيجيبوا كل واحد هال 10% بس يشتري البضاعه، هيك بتتجزا اللميه. يعني انتم هلا رح تقبضوا باللبناني، بتصرفوا دولار 10% وبتعطوه للشركات، الشركات بدوره بتصرف ب 10% 10% لا مصرف لبنان، وهيك بيصير في طلب كثير بالسوق على الدولار. مش هيك تجزأت لما يصير في ضغط كثير عن صرافين معينين. بس بالنهايه تجزأت عليكم، بس الكميه اللي بدهم يسحبوها من الاسواق معروفه انه هي الكميه 10% بدها تنسحب من الاسواق. يعني في ارتفاع باسعار الدولار؟ أكيد. شو هذا اللي صار؟ ليش ارتفع اليوم؟ 23000 امبارح. وانا خايف نكفي اكثر لانه بعدنا مبلشين، يعني انا بعدنا بال 10% معقول ترتفع اكثر؟ نزار جون، بس كنا بالنهايه نحن عم نعاني، مش نحن اللي عم ناخذ القرارات. يعني هلا ببلشوا يقولوا يلا وإذا نزار جون ما بعرف شو، نحن عم نعاني، نحن عم نرجع عم نتلقى القرارات اللي عم ياخذها مصرف لبنان وعم نحاول نتعامل معه وعم نعاني مثل كل العالم. بس حكما انا بقول وبدي اعتذر، بس انا بقول الحقيقه مثل وكوني انا اصلي حكيم، فالمرض بسميه مثل ما بقول نقدر نلاقي له الدواء، شخص المرض كيف ما مضبوط. فمشان هيك انا عم بقول انه العالم بدها تتحضر، رايحين لازمه لا 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 لا. وبعتذر على اللي بدي اقوله 100 مره من المواطنين ومنكم، لاول مره تخوين بحكي بالطريقه، نحن رايحين على 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 مشاهد سوداويه اكثر،
لانه هاي ال 10% بلشت هلا ب 10% حكما مصرف لبنان بده يظهر تدريجيا من الدولار، مثل ما عمل بالمزوت، مثل ما عمل بالدعم، بنفس المسار، مثل ما عمل مع الادويه ومع المواد الاستهلاكيه، بده يظهر تدريجيا ليصير البنزين على 100%، يعني ال 10% رح تصير 20 و30 و40 خذ هلا المهله الزمنيه ما بعرف قديش، هيدي بدها تؤدي لارتفاع سعر صرف الدولار، وسعر صرف الدولار بده يؤدي لارتفاع كل السلع الحياتيه عند المواطن. صحيح. صحيح. كان بالسوبر ماركت ولا كان ببوجي السيارات ولا كان بحق التلفزيون او حق المحافظه بعد حدا قادر يشتري تلفزيون بلدي، فهيدي كلها سوا بدها تؤدي لتضخم ربطه الخبز كمان عايش كثير ولا ربطه الخبز لكل الحياه ربطه الخبز قالوا مضطرين هلا نخفف وزنه اصلا مش انا بكره بصير وزن الربطه وزن الغيط بقى بصيروا قصموا 5 و6. الله يساعد العالم، الله يساعدنا وين رايحين. بالنهاية الأزمة معروفة عندنا بلبنان، تشخيصها واضح، أزمتنا عدم توفر الدولار بكل البلد. هلا هيدا كمان بده يؤدي كمان لارتفاع سعر بنكة البنزين والمازوت، لأنه كمان على المستوى الدولي بعدها كنت عم تحكي اليوم بكندا ارتفعت وبفرنسا ارتفعت وين ما كان عم ترتفع، لأنه كل التوجهات برا قربين للنفط متوجه صعودا. بس خلينا نذكر استاذ جورج انه صفيحه البنزين 95 اوكتان صارت 310,800 ليره، ارتفعت 2300 ليره. 98 اوكتان 319,600 ليره وارتفعت 2000 ليره. والمازوت ارتفعت 300 صارت 311,000 ارتفعت 18,400 ليره. اما قاروره الغاز فاصبحت 266,000 من بعد ما ارتفعت 114,000. صار في مازوت دكتور براكس 100%. بعد في اشكاليه بالمازوت، لانه امبارح كمان حتى بالمساء كنا عم نتابع الموضوع في هيدي العموله، الباقي تقالوا حلول، بس في هيدي العموله بعدها مش متاخده، صار اغلى من البنزين يعني اكيد اغلى من البنزين يعني، والسعر العالمي صار عالميا اغلى من البنزين. بس هون سؤال، ليش من قبل كانت على طول تنكه البنزين اغلى من تنكه المازوت، ليش هلا عم نشوف العكس؟ لانه حسب قد ايش سعره بالعالم، نحن على ابواب فصل شتي وزاد في عليه طلب، برا في عليه طلب المصانع، الانتاج الصناعي والنمو الصناعي ان كان بالصين ولا كان باوروبا رجع اخذ مجده من بعد ما خفف القيود عن كورونا، فكمان هيدا بيتطلب مازوت اكثر من لنرجع للي عم نقوله بما يتعلق بتواجد المازوت بالمحطات، بالمحطات بعد في اشكاليه على ال 1% اللي عم ياخذها المصارف. وزير الطاقه قال بده طلب مهله كم يوم ليعالجها، بركي بيلغيها من المصارف لما تزداد على المواطن، بس بعدها بالنهايه مش قادرين نشتري المازوت ونخسر فيه لهلا في عندك كذا الف ليره يعني. السؤال الاخير، ممكن تنين نشهد تسعيره جديده للمواد النفطيه؟ بالوقت الحاضر تم الاتفاق انه كل ثلاثة وجمعة وبعدها بشوف يعني الوزير ابدا استعداده اذا في تقلبات كثيره في عملها ثلاث كل يوم ما في. لك يعطيك العافية، شكرا لك استاذ جورج عضو نقابة اصحاب المحطات جورج براكس، شكرا لك. ومثل ما قلنا ما بعرف شو وصلنا بالايام المقبلة، بدنا نتحضر لكل شيء. شو نبدا تحضرنا؟ بدنا نشوف اول شيء بالمواد النفطية بالاسعار كيف رح تتقلب الاسعار، اسعار صرف العمولات، وبالتالي كمان شو رح يصير باسعار المواد الغذائية، كيف رح نموت يعني. صحيح. النهار عنوانيت على الشكل التالي لليوم الجمعة 12 تشرين الثاني 2021، الدولار 23,000 على صفيح التعطيل والتصعيد. انحسار السجالات والردود بين بعبدة وعين التيني لا يحجب احتمال انتقال المعركة إلى المجلس الدستوري، هون يعني أصلا بالنسبة للطعن بالقانون الانتخابي. نصر الله يواصل تصعيده ضد السعودية، ومعلومات عن اتجاه لعدم منح التأشيرات السعودية إلا للحالات الإنسانية. منتابع أيضا بعناوين الصحف ومنروح لصحيفة الأخبار، عنوانة لليوم نصر الله لن نتنازل للرياض، بالصورة اغتيال عرفات عباس أمر بطمس الحقيقة. مرح كانت ذكرى عشان هيك عاملين تحقيق ومعلومات حول هذا الموضوع. الجمهورية عنونت بدورها ضغوط أوقفت سجال عون بري، وقفة تضامنية. ضغوط من مين يعني؟ وقفة تضامنية مع الموقوفين، هون خلال اعتصام أهالي موقفي أحداث الطيون تضامنا مع أبناء الموقوفين من عين الرمانة.
في صحيفة الديار، نصر الله يمنح السعودية فرصة للنزول عن الشجرة ويزيد قلق إسرائيل. المملكة ترفض مبادرة ميقاتي، خطوات تصعيدية ومطالب تعجيزية. القرار ظني مخرج للإفراج عن الحكومة والدستوري مرشح للشلل. البناء، السيد نصر الله يرسم خرائط الصراع. الأمريكي يعيد النظر، الإسرائيلي قلق، معادلة الجليل قائمة. نصر اليمن يمني، اعتراف عربي بنصر سوريا، هيمنة حزب الله كذبة، أول الوهن استقالة وهبي. وكل من حديث نصر الله. لا نريد أزمة مع السعودية، لا ذكر للبنان والحزب في محاضر مفاوضات بغداد، والأولوية للسيادة. كل العنوان من كلام نصر الله امبارح. وبكاريكاتور أنطوان غانم في الجمهورية ماكرون عم يدفش الحكومة لا تمشي، وحزب الله معطلة، هيك برأي الكاريكاتور، لأنه النائب محمد رعد رئيس كتلة الوفاء المقاومة متقل عليها لتجمد محل. منتابع مع النهار من 50 سنة بمثل اليوم بالعام 1971، السادات أمريكا مسؤولة ولن تنتظر بعد 1971، ونحن نعتمد على السوفيات والعرب. والعلاقات الدبلوماسية بين لبنان والصين الوطنية تعرف نهاية مؤثرة. الخارجية تمهل سفير حكومة تايبي 45 يوما لتصفية أعمال بعثته، وترفض السماح له بإنشاء بعثة تجارية مراعاة منها لتصلب حكومة بكين. وبلغ مشترك إذا بدك. بدك قبل. طبعا. يلا. بلغ مشترك عن إقامة علاقات دبلوماسية بين لبنان والبحرين، هي من 50 سنة. كون لأن السعودية موافقة. نعم. والأسعد يحاول ضبط دوام النواب بتأجيل كل جلسة لا يكتمل نصابها بعد انقضاء نصف ساعة على موعدها. يعطون روتار ربع ساعة عادة بالمواعيد، نص ساعة منيح. نفذ 4000 موظف إضرابهم في المصارف. شذ موظفون كانوا شاذين يعني. موظفو 5 مصارف في بيروت و9 في طرابلس. منع رئيس النقابة من دخول بنك جعجع بالقوة. كان في بنك هيك اسمه؟ ايه كان في بنك هيك اسمه. يلا منتابع. على ذمة رئيس لجنة استمرار المعادلات، وزير التربية طالب المعادلة تيس وجحش وما بيستاهل يتعلم. هذا عنوان رئيس لجنة استمرار المعادلات، وزير التربية هيك قايل بوقتها. لا ايه بلا. ووزارة التربية تتبهى مقعد لكل 3 طلاب. كيف يعني؟ فوق بعضهم بيقعدوا؟ اكيد. لا بس هيدا بدي اشوف مين كان وزير التربية بوقتها بهذه اللهجة. وزير نجيب ابو حيدر. اوكي. نعم. حطينا بالاول هيك انتر جيمي، ويلي بيطلع براسكم يطلع باجركم. عادي نقلين عنه. وبتابع فتح الملفات القوى السياسية النهار. الحزب الديمقراطي. لبنان ليس بلدا علمانيا، بل هو بلد يحكمه الدينان الدين الذي لا يبرز إلا تحت زي الطائفية، وهو نزل. عامل تأخير لأنه علماني ودين مش هيك؟ إيه؟ مفروض دينان. ما بيبرز إلا تحت زي طائفية، هو عامل تأخير. حلو. وهيدا الكاريكاتير هون على بعد اضراب التجار والمصالح المستقله والمصارف وعملات الجمارك. حكومتنا باقيه، عم بيقول صائب سليم، باقيه وعال العال، تجارتها ماشيه مش السنيوره، ومصالحها مستقله مع انها ما عاد عندها رصيد. وحكي مع عليه جمرك. يعني السنيوره استوحى كلامه. باقن باقن باقن. هيدا كانت جولتنا على الصحف بين اليوم من 50 سنة مع صحيفة النهار بال 1971. هلأ صار وقت نروح لفقرتنا التالية، سراج النور.